إذن مشاهدينا، مثل ما قلنا في بداية حلقتنا أنه يوم أمس صادف مرور عام على قيادة المرأة في المملكة العربية السعودية للسيارة، ومن وقتها حرصت الكثيرات على تعلم القيادة واستخراج رخصة القيادة أو السواقة، ومن ضمنهم زميلتنا معالي راضي في الدمام اللي صورت لنا كيف صارت حياتهم اليومية بعد ما ساقوا السيارة وكيف تغيرت إلى الأفضل. نشوف معالي ونرجع نتواصل معك. خلصنا تصوير وطالع الحين على المكتب بسيارتي عشان أسجل صوت وأمنتج التقرير، والحمد لله أنا اعتمدت على نفسي من أول ما سمح للنساء في القيادة بالسعودية، وتقريبا صار لي سنة ورخصتي عندي وأموري تمام، ويلا على المكتب. أولادي كلموني وقالوا تعال خذينا مركز التدريب لأن أبوهم مشغول وما راح يقدر يجي ياخذهم، تعرفون من سقنا كل شيء صار علينا. يلا وبعد ما نزلت الأولاد البيت كانت صديقتي دانا تنتظرني في أول سينما في الدمام لمشاهدة فيلم الافتتاح. مثل ما شفتوا رحنا وجينا والأمور سهلة، ولا احتجت أحد يوصلني، ولا شلت هم تأخير السواق، ولا ثقلت على أحد، ومثلي مثل كل نساء المملكة اللي اعتمدوا على نفسهم وساقوا سياراتهم. حبيت أنقل لكم حياتنا الجديدة في المنطقة الشرقية بعد القرار اللي غير حياة الكثير. لبرنامج صباح الخير يا عرب، معالي راضي، الدمام.